السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم بدر ومروة. اليوم إن شاء الله غادي نطيب واحد الدجاجة في الفران مع الخضرة، وغادي نعمرها بالزرع. الزرع هكا إبلي، هنايا في فرنسا كيقولو إبلي، وفي المغرب ما عرفتش أشنو سميتو. المهم هذا الزرع قمح. غادي نعمر به هاد الدجاجة هادي، وغادي نديرها في الفران مع الخضرة إن شاء الله. دابا اول حاجه غنقبط هاد الزرع، وغادي نديرو في الماء يغلي لمده 10 دقائق، وغنصفيه وغنخليه يبرد. فدابا ان شاء الله باش غنشرملو الدجاجه ديالنا نحتاجو واحد الميكسور. غادي نحتاجو القزبون والمعدنوس، واحد زلافه القزبون والمعدنوس، عندي هنايا واحد 4 د الفصوص ديال الثومه ولا 5 الا كانوا صغار، طريب د الحامض مصير، حيدو منو العظومه كيجيو مهرين. عندي التوابل اللي هي سكينجبير، معلقه سكينجبير، معلقه البزار، معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء، ديال خرقوم والحرور. بالنسبه للحرور اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، كله والذوق ديالو. غندير كلشي في الخلاط الكهربائي، الشرموله غادي نفرقها على جوج، النص غنديرو هنا باش غنشرمل به الدجاجه، والنص غنخليه باش غنشرمل به هذاك الزرع. دابا غنزيد عليه واحد شويه ديال العصير ديال الحمض بعد ما شرمته بداك الشرموله اللي بقات ليا، وغادي نعمر به الدجاجه. فهاد الاناء اللي غيمشي الفرن غندير فيه البطاطا اللي هي مفوره، وغادي نقسمها على 4. فوق هذيك البطاطا زدت واحد زلافه ديال الفول والجلبانة اللي هما حتى مفورين، ودرت واحد الحفيره فين غادي تجي واحد الدجاجه، ودرت واحد الرشه ملح. من بعد كنزيد واحد طريفه الزبده فوق الخضره، وواحد طريفه الزبده فوق الدجاج، وكنغطيه بابي كويسون وبابي الومنيوم، وغطيه مزيان باش ما تخرجش النفس منه. من بعد كندخل الدجاج للفران اللي سخنته على درجه حراره 200 من الفوق من التحت مده ساعه المقانه. فإلا كنتو غادي تحمروها باش الخضره ما تتحرق لكمش بزاف وتجي ما تجيش ناشفه بزاف، زيدوا لها شويه د الماء، شي قطره هكا غير شي قطره د الماء من هنا ومن هنا هكذا شويه. وإلا ما كنتوش غتحمروها خليها هكا، لان هكذا الدجاج كيجي مشوي، يعني ما خصوش يكون فيه لا ماء لا والو، خصو يجي ناشف. هذيك الخضره كلشي خصهم يجيو ناشفين. فهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالي، ديال الدجاج معمر بالقمح ومرافقه بالخضره جلبانه والفول والبطاطا. فصدقوني ان هاد الوصفه كتجي لذيذه بزاف، والدجاج كيجي مشوي ولكن تيجي فتي لان درت له الزبده، وهذاك القمح كيجي لذيذ حيت مشرمل، ومع طيب غير في البخار تيجي لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها عندكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.